طيب يا جماعة، مسألة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد مسألة الطعن في العلماء وما العلماء وضرب مثال بالعدسي ولا غيره، أنا ما عندنا مشكلة شخصية مع زول معين باسمه، مشكلة قبلية أو مالية، مشكلتنا في دين الله سبحانه وتعالى. أول حاجة، العالم حقيقة عند الله سبحانه وتعالى، العالم الرباني هو الذي يركز على التوحيد. الحديث ذكره شيخ آدم حفظه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، خد خطين تحت معاذا، دي خد خطين تحت معاذا، معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى وحد الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، الحديث في الصحيحين. معاذ ده منه يا جماعة؟ ما هو شابكنا علماء علماء، وفي النهاية يعني استخف بالدعوة إلى التوحيد، وقال اللي بيقول لك العقيدة كلها توحيد وما كل توحيد عقيدة وما عقيدة توحيد، ده لف ودوران ولعب ولعب بالدين. الدين كله توحيد، خليه عقيدة ولا ما عقيدة، شت كله توحيد. لأنه ابن القيم قال القرآن كله شنو يا جماعة؟ ابن القيم رحمه الله قال القرآن كله توحيد، فهو ما فاهم أصلا. حتى أركان الإيمان الستة دي كلها توحيد، لكن هو ما فاهم، قال دي عقيدة لكن ما توحيد، لأنه ما كل عقيدة توحيد لكن كل توحيد عقيدة. دي جبتها من وين؟ هل عندك عليها دليل؟ من الكتاب أو من السنة؟ حديث ضعيف فيه؟ حديث ضعيف تقدر تجيبه دليل على المسألة دي؟ قال: والإيمان بالله ده توحيد، وملائكته ده توحيد، لكن أنت ما فاهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي، ده ما توحيد، ودل الملائكة أو جزء من الملائكة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، أي كتاب الله نزله للتوحيد، ورسله، أي رسول ربنا رسله نزل له كتاب، وأي رسول ربنا نزل له كتاب ما رسله ولا نزل له كتاب إلا للتوحيد. الدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن الرجل جاهل ما عارف، فهمت كلامي؟ وكذلك اليوم الآخر، اليوم الآخر أصلا ربنا نصب اليوم الآخر ليجزي الموحدين بالجنة والمشركين بالنار، ده الموضوع، ده الموضوع. والإيمان بالقدر خيره وشره، لا يؤمن بالقدر خيره وشره إلا موحد ذاته، عشان ما تتعب نفسك ساكت، لأن المشركين ما كانوا يؤمنوا بالقضاء والقدر، وده من إيمان المؤمنين اليوم الموحدين. طيب، خطينا خطين تحت معاذ بن جبل، وهو قال العلماء ما العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر الشغلانة دي، قال: معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل يسبق علماء أمتي يوم القيامة برتوة. أعلم زول شخص لحد يوم الدين بالحلال والحرام، أفضل عالم في الحلال والحرام هنا يا جماعة معاذ بن جبل. الرسول قال لي: أول حاجة تعلم الناس المشلون في اليمن التوحيد. يبقى دي صفات العالم، إنه العالم يكون همه الأول والأخير التوحيد. أول يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال لي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وفي النهاية قال له: والرجزة فاهجر الأوثان والشرك. طلع جبل الصفا، والأثر عن ابن عباس صحه الألباني بالسلسلة الصحيحة، قال: يا صباحا يا صباحا، قال لهم: اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول يوم توحيد ألوهية كمان. فقال له: تبا لك لهذا جمعتنا، ربنا قال: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخره. آخر يوم أو آخر أيام الرسول كان بيموت فيها بمرض الموت، عائشة قالت: طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك في لحظة الموت والمرض الشديد، لحد ما يطرح خميصة من الحمى في وجهه والوجع والوعك، ويوعك كما يوعك الرجلان منا، قال: لعنة الله
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم شنو يا جماعة؟ مساجد. آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك والأفعال اللي بيفعلوها الصوفية الليلة. منو قاعد تدخل قبور الصالحين مساجد الليلة؟ منو غيره؟ الصوفية. الصوفية. فكون شيخك اللي أنت بتدافع عنه ما بيتكلم عن الصوفية. ها؟ أوعى تقول لي ده شيخنا وعالمنا، أنت كذاب. دول ما بيتكلم عن الشرك وعن الناس اللي بينشروا الشرك في البلد دي. بل ده واحد هنا اسمه البيت ما مذكرين صوفي ساكن قريب هنا، جاي هنا قال الله ما في السماء، واتحدى اي زول قال يرد علي، والعدسي قاعد طلع بجاي ده طلع بجاي. اتقول متفقين؟ هل هذا هو شيخ التوحيد؟ زول ما يدافع. الامام ابو حنيفه قال من انكر ان الله في السماء فهو كافر. ده الامام ابو حنيفه. ده نحن قلناه شابكني شباب ونبتت نابته. كلمه نبتت نابته دي ذاتها جابها من عبد الحي، لانه ده من انصار السنه اللي تكلم سعده، وانصار السنه بقى سروريه بالذات شيوخهم الكبار ديل، علم من علم وجهل من جهل. وانا ذاته لما نجي المره الجايه انا بجيب معي الشنطه بتاعت الحديد كبيره جدا فيها وثائق لانصار السنه الان الماسكين التنظيم، وهم تكفير وهجره ذاته، تكفير وهجره عديد، رؤساء فوق. واجيب لك اسمع يا عثمان بيكرم شيخ الطريقه السمانيه صوفية، وجيبوا لك قاعد في نص اولاد شيخ مشيخة الصايم ديمة، جماعة الصايم ديمة جوا المركز العام. عشان كده ده بيستخيف بالتوحيد. انت قايل ليه؟ لأن التوحيد بقى يقطع مصالحهم في ظنهم وعقيدتهم الفاسدة. لكن احنا لا نزال نتكلم عن التوحيد. قفلت اللمبة، نزلت كهربة الجامع، كسرت الجامع، رميت المئذنة، يبقى حق الله على العبيد التوحيد. فهمت كلامي انت؟ وما تشد اقصاي تقول لي العلماء ورثة الأنبياء وينهم؟ مثل من؟ تقدر تدينا مثال؟ ما بتقدر، لأنه بنكشف لك بالوثائق. ما بتقدر. الهنا ديل عدسي هواري بيجوا هنا يومي ديل أبو القاسم بوشرى حسام زياد ما علماء بل مبتدع ضالين تابعين للحلبي بزكوا الصوفية. يوم واحد هنا ردوا على البرعي حصل؟ ما حصل، لأن الرد على البرعي في عقيدتهم الفاسدة يعطل المصالح، يعطل المصالح الدنيوية العفنة التي يتشدق بها هؤلاء الدعاة. وانا والله يومي اجينا ان شاء الله اجيب الكتب وما بخاف من اي زول. تنزل كهرباء، تجيب جيش، تجيب بوليس، تجيب الاحتياطي المركزي بطريقتك. انا ما جاي اشاكل زول، انا جاي انصر حق الله على العبيد. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ برضه لمعاذ، وده اعلم الامه كلها بالحلال والحرام، قال لا تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ليه ما بيتكلموا في الموضوع ده؟ وكذاب، زول ده كذاب، قال نحن قلنا الأذكار ما من الدين. قال منو اللي قال؟ منو اللي قال؟ زول ده زول كذاب محتال. الأذكار من الدين. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وآيات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن كونك تجعل أساس الدين قبل الكلام في التوحيد والعقيدة ده هو الباطل. والأذكار صح كلها توحيد، لكن لمنه؟ للعالم يستخرج منها الفوائد العقدية ويستخرج منها النكت التوحيدية. ركبنا الباخرة في العمرة بتاعت رمضان ده، في واحد لابس أخضر قال لي يا بعرفك ولكن أنا بسمع الحق وأنا صوفي صح، قم يتكلم لنا عن العمرة. لقيته لابسين أخضر يعمروا شنو؟ قلت لهم طيب العمرة أول حاجة الإحرام انتهينا منه، وتلبس البتاع الأبيض وزحل وشبشب كيف انتهينا منه. قلنا لهم في لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أيوه دي ما التلبية بتاعت العمرة والحج. لا شريك لك دي شنو؟ ده ذكر بتاع تلبية في العمرة والحج، لكن كله توحيد. في زول بيشرحوا لك إنه لو اعتقدت في البرعي لو لبست حجاب ارجع ما تمشي تعمر ولا تحج ذاته، حجك باطل. لانه ربنا قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ده الكلام في الاذكار يكون بالطريقه دي. مش تقعد تقول الاذكار عظيم واجرها كبير وامرها جليل وبالله التوفيق. كذاب، ده غش على الامه. صح امرها جليل لكن انت مجرم كبير. ليه؟ لانه الاذكار دي ما بيستفيد منها الا الموحد. ربنا قال للرسول يا اخي، تقول لي باقي الناس اللي بيذكروا الله؟ الرسول اكثر زول بيذكر الله وافضل زول عند الله وبيذكر الله.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا رسول الله يا محمد تقال زول تاني لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا أشركت بالله ما عندك أذكار، إذا أشركت بالله ما عندك قيام ليل، إذا أشركت بالله ما عندك صلاة ولا صيام ولا حج ولا ولا كله. تكلم الناس زي ده تلف وتدور، لأنه شيوخك قاعدين يكرموا مشايخ الصوفية، قاعدين يكرموا الناس اللي بيأصلوا للشرك. إسماعيل عثمان ده رئيس الزول اللي اتكلم ده، لما تابع لحزب، قال زول ساكت في لوتر تابع لحزب اسمه المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، وحزب سياسي كمان. ما بيقدر يغالطني لأنه أنا عندي وثائق شنط بتاعت حديد، وده البيت قريب، هسه بيتناوله والله. وأي زول منهم من الحزبين، ما الناس المحترمين القدامي ديل، من الحزبين، عرفت كلامي؟ داري يناقش، داري يناظر، داري يجيب شيخ وعالمه، نحن جاهزين. أنت ليه خايف من النقاش؟ ما تخاف من النقاش، ما حجة ودليل، لا نضربك بيدنا، لا جينا شايلين سكين، لا جينا شايلين عكاز. الله قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال. شيخك ده سأله إسماعيل عثمان رئيس أنصار السنة، كان معلق يافطة هنا. الدورة العلمية 14 للطلاب الوافدين تحت رعاية الدكتور منو؟ إسماعيل عثمان رئيس العام لجماعة أنصار السنة بالسودان. ده سألوه قال له ما رأيك في التصوف؟ قال التصوف مجموعة من الأخلاق الفاضلة والسلوك، وهو موجود داخل القرآن. بنسأل أنصار السنة اللي يتكلم ده وشيخه، أنا داير آية واحدة الله قال في القرآن أبقوا صوفية فيه؟ إذا ده كذب على الله، كذب على القرآن، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سنته من رئيس جماعة أنصار السنة. وده رب البيت بدف ضاربة، الباقين يسووا شنو؟ يبرطع زي زول البرطع، وكذب كذب الكذب الصراح في دين الله. ما كله عقيدة توحيد، وما كله توحيد عقيدة، أو كما قال فاشل الكلام ده وكلام باطل. الدين كالتوحيد، كالتوحيد. إذا صليت ولابس لك حجاب تعتقد ينفع ويضر، صلاتك باطلة. إذا ما جات الحج 700 مرة ومعتقد في البرعي أو في المكاشف أو الصايم ديمة، معتقد فيه عقيدة دون الله، صلاتك حجك باطلة 700 حجة. ليه ما بتقولوا للناس الكلام ده؟ ليه؟ لأنه ده في ظنهم بيقطع المصالح. وأنا ما بخليك بنرد عليك، ليه نحن عملنا شنو؟ نبذناك؟ بنرد عليك. قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أنه دي الدعوة الماشية، لأنه دعوة الحق. أما دعوة النفاق والمآكل بالدين وترضية فلان رجل الأعمال وفلان رئيس المصنع الفلاني وإلى آخره، دي الدعوة اللي ما بتمشي خطوة. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ودي دعوتنا اللي بنتكلم في الصوفية وفي الشرك وفي التوحيد، ده بيعتبروه قلة أدب. عشان كده من قبل بطعن نبتت نابتة، والأخلاق والأدب. برضه في واحد بيتكلم هنا برضه الزيات، وكلهم اللي بيجيبهم ده منهجهم منهج الأخوان المسلمين اللي بيجي بيتكلم في الجامعة ده. عديل أكلمك، وأي زول أنا اسمه مزمل عوض فقيري، أي زول معترض على كلامي ده أنا بجيه هنا ولا يتعب يجيني. بالكتب وبالوثائق إنه الناس زي منهجهم ده بقى منهج الأخوان المسلمين عديل عديل. يروا الثورات، جواز الثورات والخروج على الحكام، عرفت كلامي؟ وفيهم ناس جوا بيكفروا الحكام زي عصام الدين أحمد بابكر، وفيهم ناس بيشتموا الحكام بينصحوا الحكام من المنابر كفعل الخوارج زي الدكتور الهواري، عرفت كلامي؟ فيهم ناس بيكفروا الحكام شت زي الدكتور محمد الأمين إسماعيل في خطبته التي قال فيها، مسجلة ودي موجودة، قال الحكام حكام المسلمين صنيعة اليهود شجر الغرقد، وقال هم طواغيت ذاته. ده الدين، ما عندنا الحمد لله زول ذاته في الدين حاجة، ولا قاعد نمشي نتعشى مع زول، نقول الحق ده وتبقى ماري. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أجمعين. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.